من اللي غيره؟ كلمة من الإمام الكاظم صلوات الله عليه، قال له: لو كان عبداً لأطاع مولاه. هي هاي الكلمة غيرت حياته. فضيل من اللي غيره؟ كلمة غيرت. عندما كان يسلق الجدار سمع قارئا يقرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. تغير مالك ابن دينار. شنو اللي غيره؟ كلمة من طفلته في عالم الرؤيا، كلمة من بنته الميتة في عالم الرؤيا قلب حياته. وهكذا شعوانة، من اللي غيرها؟ آية من القرآن غيرتها. إذن الكلام مؤثر. واحد يقول: لا هذا ما يفيد الكلام، كلمت وياه 10 مرات، مرة ومرتين وثلاث مرات وأربع مرات، واحد يتكلم ويؤثر الكلام. راجعوا كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للفقهاء. الفقهاء يقولون إذا الكلمة مو مؤثرة ولكن تراكم الكلمات مؤثر، يعني أنا أتكلم وياه الآن ما يأثر، مرة ثانية ما يأثر، مرة ثالثة ما يأثر، إذا تكلمت معه 100 مرة بالنتيجة هاي التأثيرات تتراكم تتراكم تتراكم. هذا خب مو جدار، هذا مو حجر. حتى إذا كان حجر، الحجر يأثر فيه. الماء اللطيف إذا سقط على حجر، إذا سقط على صخرة صماء مرة ومرتين وثلاث مرات بالنتيجة يأثر فيه. هذا قلب الابن مو أقسى من الحجر، وكلمتك مو أقل تأثيراً من هذه القطرة من الماء، بالنتيجة يأثر. فإذا الإنسان يحتمل أن تراكم الكلمات مؤثر، يجب عليه ذلك.